السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله جميع بخير. اليوم حبيت أصور لكم مسرح مراجعة مالتي وطريقة الدشر مال الفرخات. شفت احد الاخوان معلق قال شلون تدشرون الفرخات المستورد والامور، فراح اوضح له شوية. شوفوا شباب، هذا المسرح ودي فتحة من هنا ينزل الحمام يطب للقفص، وبي فتحة ثانية من فوق فيش اللي هي هاي من هنا، هذا يطلع الحمام للجو. انا بيت الفرخات يعني خليه هنا 3 ساعات 4 ساعات كل يوم 5 ساعات اكلها فرخات مستوردة، تظل 5 6 ساعات 7. نعم ظل الجو حلو، مرات يعني تقدر تخليه انت رايش انت شلون هاي المس ليش خليها ترايش، انا هاي بعدني ما خليها ترايش. تفتح الفرخات هنا انا كل يوم اسبوع تظل تفتح يعني مقافل هنا أنا بالمسرح 10 ايام اكثر، وراها تثقلهن تشكلهن تق جنح، تشكلهن تق جنح تبدي تفتح لهن البوابة، يصعدن ينزل مرة مرتين ياخذن كم فرة اشكال خفيف مو كلش قوي، ياخذن كم فرة مرة مرتين يطيرن ويحطن، وراها تفتح اشكالهن، تفتح اشكال مو كلهن سوا يعني تفتح اشكال شوية شوية، يعني مدشر لك مثلا 20 فرخة 30 فرخة تفتح اشكال 3 يطيرن ويحطن، تفتح اشكال بعد 1 وتظل شوية شوية وياهن وياهن، من تفتحها كلها جوز تطير بعد ما تنزل ما يعني ما ترجع لك تضيع، واحد يشيل الاخ ويضيع عنه، بس من تفتح واحد مثلا من هنا يطير يرجع يحط على خواته، ورا تفتح الثاني شوية الاول قوة الثاني يقوى الثالث يقوى وهكذا، يراد لنا شوية خلق هنا وان شاء الله يعني يقل الضياع. بس البارحة انا عندي والله قمزن 4 ما ادري بين 4 قمزن الصبح للوحدة هنا يفترن، ورجعنا 2 و2 ماكو ضاعن اختفن، شوف وين واقعت ما خال الارقام بي هنا، يعني نادر ما احد يتصل بيك على طيره. اليوم هم نطير الطيور مال السباق 6 ساعة تقريبا طبعا 6 ساعة بالعشرة بالتسعة، ننتظر ان شاء الله جمعة كل سباق اذا الله سهل، جمعة يوم 30 شهر 10. هاي الفرخات شباب تنفتح بالمسرح، تظل كم يوم بالمسرح تتعلم تندل، وراها تبدي تطلعها خارج المسرح. وجوع اهم شي جوع، يعني اكل وجبة واحدة المغرب بس، ارد اوكلهن اوكلهن ومن ارد اقفل الحمام واعزل واسد السطح اوكل بس خلص، ما عدا طيور المطيار لا توكلها كل يوم، توكلها يعني فد بال 12 الظهر حتى ثاني يوم من الطير تكون مهضمة الاكل كله وما بطنها اكل، لان هذا الاكل يأذي الطيارة الطيارة، الطير اذا طار ومعته ضال اكل احتمال يضيع. ان شاء الله من ابدا اطيرها اصور لكم اياها كلها، اذني تقريبا 24 فرخة 22 فرخة عندي بعد وجبة ان شاء الله ما راح تطلع.
هاي خانات هم جوا فراخ. هاي طبقة جولدن، فحل جولدن والطيرة فقيرة، هذا انتاجهن ما شاء الله. جهز تقريبا شباب، قبل انا احلقه بفد لون حتى اعرف انه هاي الطيرة وفحل هذا ابنهن، حتى من اطيرة اعرف اجاء الامهات تذيب الفراخ صحيحة او تذيب الطيور مو صحيحة. اذا طلعت فراخ صحيحة اثبت على هاي الطبقة واضل انتج منها للمطيار، اذا لا والله الانتاج طلع مو صحيح اغير بهاي الطبقة، اشيل النتي اذبه على غير فحل، اذا دا يطلع الفرخ عندي قوي بشكل مو طبيعي ودا يضيع يعني احاول ابرد الدم اطببهن حمام سيليكوتي، حمام شوي بذكاء، واذا لا والله طيور ذكية بس مطيارها قليل ارجع اطببهن على تيدي حتى يقوى الدم. طبعا ما تحتاجون انتم مسرح بهالحجم والكبر، اللي يدي ربي مستورد ويبدي بيه ما يحتاج هذه الامور، تحتاج لك مسرح ابو المترة، تاخذ لك زوج تيدي زوج ويا غير نوعية، انا مثلا تكاثر مالتهن شي كلش راقد يعني سريعات بالانتاج، تكاثرهن تتونس عليهن فترة من الزمن وراح تبدي تخرج وتطير، يصير عندك ضياع يصير عندك هاي، بس انت بالمقابل يعني اذا كاثرت فد 4-5 زواج سويت يصير عندك انتاج يعني زين، فمن الضيع ما تهتم. بس يعني ما انصح اي احد يطب على هذا الحمام، هذا الحمام بس للعالم اللي يعني عندها مجال وتريد تسابق وهالامور هاي، اما الشخص اللي ملتزم بعمل ما انصح بهذا الحمام، هذا الحمام يحب تفرغ، اصلا اذا اطلع يوم للشغل يوم اتفرغ لهن طول فترة السباق والتجهيز، يوم اداوم يوم اتفرغ للحمام، فمتعب يعني كلش متعب. اللي ما عنده سباقات وما عنده هاي الامور يربي هاي الحمام العراقي مالتنا يتونس عليه وخلاص، وتحياتي لكم شباب، لا تنسونا القناة الدعم مشاركة، نوصل 10,000 ان شاء الله. تحياتي لكم شباب.